سفر بيني أليف، بابا والملازم أول وكل الناس مفكريني مصدوم بالشي اللي صار معي صدق، وإنه انربط لساني حكي فاضي. ما في غيرك بفكري يا أزليخة، كيف ممكن تكوني بالشكل هذا؟ أنت مفكرها سهلة علي؟ سهلة إني أتحمل؟ أنت مانك مجرمة وبس، أنت من كتر مانك سيئة الناس صارت تقتل ببعضها بسببك، كله بسببك. انت ما بتعرف وجعي. وفري دموع التماسيح تبعك. لكان خليني روح اعترف بكل شيء. لو كنت الوحيدة اللي رح تتعاقبي على اللي عملتيه ما كنت انا بجي لهون ابدا، وكنت من زمان بشحطك لعند الملازم اول بخليك تتعاقبي. ما رح تسامحني ابدا، ما هيك؟ ابدا. انقلعي لبرا. شو رأيك؟ ممتاز. بكرة بحول المصاري. بيكون منيح. بونا سيرا. شو قال هاد؟ ما بدك ترجمي؟ قال ليلة سعيدة. لمين؟ لاتنيناتنا. وشو بيعرفنا؟ بركي اليوم ما كانت ليلتنا سعيدة. على كيفك. تعي لهون، تعي لهون، طلعي فيني. بتكوني مين ما كنتي، اوعك تحاولي تزعجيني مرة تانية، لا بوجود حدا ولا حتى لحالنا، فهمتي؟ هلا انت اسمعني منيح،
إذا مرة تانية أثناء الشغل وبوجود حدا مين ما كان حتى لو كان كارلو، أوعك تحاول تتودد لي، فهمتني؟ ماشي. يا نسكن أمجد وشنا nasıl istersen señorita. Hadi bakalım. شو بدي اقول لك؟ ما بعرف، الدنيا اتطربقت فوق راسي، بس مع ذلك الشهم ان كان زلمه وان كان مره بهيك وقت بيبين شو هو. لا تنسي هالشي، انت لانك طلعتي شهمه بنت شهم قعدتي على عرش قلوبنا، باذن الله هي كمان رح تنضى. طالما أنا عايش ما رح اسمح لأي شيء بالدنيا يأذي ابني. ألو نعم. هاي أنا رجاء آغا، اتصلت لقلك الله يفرج عليك. تسلمي ست زينة، صار اللي صار. جيم وزليخة رجعوا قبل شوي من المخفر، حكولي على اللي صار، والله شيء بجنن. نحن عقلنا والدنيا جنت، ما عم بفهم هالشغلة. تعرف اني بحبه لمراد، اذا فيني ساعدكم بشي قلي. تسلمي يا ست زينة، ببقى بمر عليكم وبنحكي. يلا تصبحوا على خير هلا. وانت بخير. انت بتقبل باعترافاتك قدام الدرك مثل ما هي؟ نعم سيدي. بتحب تضيف شيء؟ لا لا. طيب اكتبي. تمت قراءة الإفادة التي قدمها المتهم مراد كريم أوغلو لقيادة الدرك بحضوره وسئل عنها. نور منين جيتك؟ من اسطنبول. وصلت اليوم الصبح، بدي غير اواعيي واطلع فورا. التقى القاتل الثاني بجريمة اخوه. مين؟ وين التقى؟ واحد من بيعة عكاش. ومسكوه؟ لا، حاطينه بالبراد. مراد هو اللي قتله. مراد ابن رجا؟ هذا ما في يذبح دجاجة. ما معك خبر بشي ابدا. ماشي على كيفك وتارك الدنيا وراك، وانا رح اقتل حالي وانا عم حاول فهمك. لو عرفان كنت قريت الجريدة وبعدين اجيت. تفي. مراد
كيفك؟ منيح منيح. كيف كانت ليلتك؟ لا تقلقي. ولازم أول علي، خلينا بشغلنا. ست ألف. لو سمحتي. تفضل احكي. فتت من هون وطلعت على هذا الدرج. وبعدين؟ لما وصلت لهون شفته لرمو تحت ونزلت لعنده مشان نحكي. ننزل لتحت. بهالمحل قتلته، خاننا وتعاركنا وقتلته. هذا الصور. لما تركت الجثة هاي البكيت والداحة كانوا بجنبها؟ اي كانوا جنبها. كيف عرفت؟ هاي بكيت رمى وقداحته، انا حطيته. ليش؟ لاني دخنت سيجارة. يعني أوست الزلمة ودخنت من باكيته؟ أي. مين ممكن يعمل هيك حضرة الضابط؟ بس القتلة يلي دمهم بارد. عمو مراد. محمود اتركه يجي. محمود شو عم تساوي هون؟ جيت مشان شوفك حبيبي. محمود شكرا. بدي اسألك سؤال. اسأل. قل لي انك ما قتلت حدا. قول شو ما بدك للعالم، بس أنا قل لي الحقيقة. ما قتلته ما هيك؟ أنت ما بتقتل، أنت بتمنع القتل عمو مراد. بخاطرك محمود. محمود محمود شو قال لك عمو مراد؟ ولا شيء، ما قال لي شيء. رح يطلعوه على المحكمة، يلا خلينا نلحقه.
خبر لشادي، كله تمام، بكرة بتوصلوا المصاري. حلو، كتير منيح. خليه يستعجل، شمس وكارلو عم يستنوا بضاعة مصر على أحر من الجمر. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام سفر. عود ابن حلال، كنا عم نحكي عنك هلا. شوفي، ما في أحوالك منيحة؟ الحمد لله. جاهزين بعد أسبوع ما هي؟ أغا أنا جاي لهون مشان هالموضوع. حكينا اللي بدنا نحكيه من الأول. نحن منحكي مرة واحدة، ما حلك تفهم هالشي؟ معك حق، بس شو القصة؟ ماما زينو شبهها؟ حكت مع أبي. عذرني يا أخ، اطلب أي شي تاني على راسي حتى لو علموت. ماشي سفر. أنت بتعرف أنه كلمة ماما زينو عنا ما تصير تنتين. ماشي ولا يهمك. عن إذنك يا أخ. تعسرت. احكي لك شي شغلة. شو بدي احكي؟ شو رجعت لي بخلقتك؟ استغفر الله، حكينا مرة، أكلنا اللي فيه نصيب. لازم نلاقي واحد غيره. مين في؟ في ترمبجي مجيد، بيقعد بالقهوة اللي بسوق النحاسين، روح لاقي. ايه؟ ماشي. للأسف أمروا باعتقاله. أول جلسة ما فينا نعمل شيء، عن إذنكم. مراد. أليف سامحيني، سامحيني، أنا آسف. رح تمرق، أنا متأكدة. أنا بحبك، أوعك تبكي كرمالي. خلينا نمشي. مراد ابني. بابا لا تقلق، راح اعمل اللي بقدر عليه. انت بطل، بكفيني اضل قوي. زلوخ سلمي على اخوك. اخي انت شو قصتك يا زلمه؟ لك حرقت كل حياتك، فكر باللي تركتن وراك، فكر بألف. لك مانك شايف انه من حقك تكون سعيد؟ معك سيجاره؟ معك سيجاره؟ مشي حالك بهالباكيت من هون لتطلع. شغلتي مطولة. ماما زينو. الله يرجعه بالسلام. تعباني كتير، تعباني. خليك يا أولي بنتي. أهلا وسهلا ست زينو. يرجع لك بالسلام. الله يسلمك. هلأ اجينا من المحكمة، أمروا بتوقيفه. ما هي خبر.
لسه امبارح كنت عم بتحركز فيه لا يعبي لي أرض ديار ولاد ولاد كتير لدرجة ما يخلوا الواحد يعرف ينام الظهر. واطلع أنا عيط عليهم وقال لهم ارجعوا من هون يا ولاد ويهربوا كل واحد بجهة. خليك عم تدعي لربك رجعة الله كبير. يلا نطلع نطلع نشرب فنجانة. تفضل. شو الأخبار؟ الأخبار سيئة. ما لقيت مجيد؟ لقيته. ايه؟ جيب لي شاي كمان. طلع مثل سفر. كمان اختي راحت لعنده؟ راحت لعنده ولعند غيره كمان. ما عم بفهم شو عم تحاول تعمل. عثمان، أنا بعرف بشو عم تفكر. اوعك تحكي خليهم ببطنك، ماني رايق بنوب. يلعني إذا بحكي. حاشا ضارب لي بوز، شو ناوي طالع لي روحي؟ بعرف إنه وضعنا تعبان كثير وما في حل تاني. أختي عم تحاربني. لك أغا، نحن ليش ما بنشتري شاحنة لحالنا؟ عثمان، والله العظيم طالع على بالي اخلعك كف. عم قلك كميون، كميون. وين كنت مخبي هالأفكار النيرة من زمان؟ ليش ما قلت من الأول؟ شو بيعرفني؟ وانت ما خطرت لك؟ لو بغير هالوقت كانت خطرت لي. عقلي ضل باسطنبول. ليش؟ في شي مشكلة؟ ايه في. شمس عم تتغنج علينا. بس شو عليه؟ إذا ما رح ردلها ياها علم على كلامي. ايه وينك؟ جيب لي شاي. عنا هون نادر ما تلاقي مرة ما فات جوزها على الحبس. وقد ما كانت المرة قوية قدام الناس قد ما كان جوزها مرتاح ومتحمل حبسه. ما عم صدق. يعني ما حدا عم بيقول إنه مراد قاتل غيره هو وما حدا رضيان يصدقه. مو غريبة؟ غريبة وغريبة كتير. رجع أغا، إذا بتسمح خلي أليف تبقى عندي الليلة منفضفض لبعضنا. طبعاً إذا هي بدها روح مثل ما بدك. خليك بلعبك. رفقاتك بيقولوا لك وين تنام. شكرا. الله يفرج عليك. عنك يا اغا. لا تعس. استغفر الله. بالفرج يا اغا. تسلم. تفضل، هذا هو تختك. تلك المرة نخب ممتاز. بريما. الشغل معك شرف كبير سيد كارلو. أرفيدارتشي. أرفيدارتشي. لو شفتي كيف كان مراد جاي على البيت كان خايف. ايه بلا كان خايف، بس حسيت انه في شيء اكبر من الخوف، شيء فظيع.
رجع آغا حكالي عن كل اللي صار. سلاح كان لرمو. طيب مراد كان يحمل سلاح؟ هلأ بتابلو سيارة في واحد بس ما بيحملوا معه. لو كان ناوي يقتل كان أخذ سلاحه معه وراح يقابله لرمو. إيه ما أخده يعني في إنا. مراد مثل الجبل قوي وأبضاي وقدر يسيطر على رمو وسلاح بإيده. إذا وصل لهالحالة ليش ليقوصوا؟ ليش ما أخدوا سلموا للدرك؟ لقوا مين اللي قوص؟ مراد إيه حاج بقى يا؟ لسه ما ضيع عقله هاد السلمي. والله ما بعرف ما مزينه والله رح جن. حاسة إنه هالشغلة فيها إنا. كنت بدي أقله لرجا بس قلت يلا سكت يا مرة. أصلاً كل شي صار فينا من ورا هالحكي. لا تتدخلي. بتخليني أقول لك شغلي؟ هاد رمو علاقته بجريمة المرحوم كمال كمان غريبة. قولي عكاش من البداية متهم. إيه هاد رمو ما معه خبر بشي. شو هو أجدب؟ كأنه عامل شي منيح وإجا لحتى يخبرنا. أنا لو كنت محله ما بقى ببين، بروح وبختفي. مساء الخير. مساء الخيرات حقي، تعال. ما بدي أزعجكم، ما كنت بعرف إنه أليف هون. الله يفرج عنه. شكراً لك. اللي صار مع مراد زعلني كتير. عن جد؟ ليش عندك شك؟ بس انت ما بتتمنى الخير أبداً لمراد. حقي. لا لا أختي اسمحي لي. اسمعي يا ليف، انت هلأ وحدة جوزها فات على السجن. الجفا اللي بيناتنا موضوع تاني. ماني مبسوط باللي عملتيه هذا غير شي، بس مكتوب بكتابنا المرأة اللي جوزها مستوت بالسجن مو بس ما مننظر لها نظرة غلط، حتى الزعل منها منبتره. إذا أنت بدك من هون ورايح ما بتشوفي منها غير العون. تسلم حقي. عن إذنكم كنت بدك تحكي شي حقي؟ بعدين أختي هلأ مو وقتها. تصبحوا على خير. هلا برجع. حقي انت متضايق من شي؟ ايه متضايق. شو هو؟ انتي مشكلتي اختي. والسبب؟ حاجة تحطي العصي بدواليب كل شغلة بعملها وكل خطوة بخطيها. وانت خلي خطواتك مزبوطة لكن اللي شو عم تعمل بالمستودع؟ واللي شو عم تنقل بهالكاميونات؟ خبرني لشوف. انت ما تركتي لي حق اعيش اختي. طلعي حواليكي، ما في حدا بيسترجي ياخذ نفس من دون اذنك. لا تغير الموضوع. هاي الكاميونات شو فيها؟ ضاعت. شو؟ لا تقلقي ما مشتغل بالابيض. وسلاح ليكو بيخسري ومن المستحيل تعجب فيه، وغير هيك ما بيهمني ابدا. انت بس بعدي عن طريقي. ما بعيد حقي. واذا ما بتقدر تمشي دوس فوقي وكمل طريقك حقي. وصممي تخنيني يا اختي. حلي عني حبه السمسم قديش صغيري. لحد اليوم ما فات بتمنى حبه السمسم ما لنا حق فيها. قوصنا وتقوصنا بس ما وسخنا شرفنا بشي ابدا. حتى اذا لزم منقوص عن جديد ومتقوص. وما بسمح انك توسخ شرف هالعيل يا حقي. عم تفهم شو عم بحكي؟ اذا هيك نهولنا حقوقنا كلها اختي. عدوا ساووا حساباتكم. اعطوني شو بتساوي اسهمي وانهوا هالشغله. قليل ولا كتير ما رح افتح تمي. وبعدين كل واحد بيروح بطريقه. يعني بتتخلى عن عيلتك بهالبساطة؟ سكرتي كل الابواب بوشي اختي، ما تركتي لي حل. خاطرك.
حقي. ماما زينو لا تبكي، لا تبكي. انت جوزك محبوس وحقي ما نمت به على حاله، خايفي اخسره مثل ما خسرت اخو. أغا مرحبا عارف. مرحبا، أهلين فيك، تشرفنا بجيتك. كيف أحوالك؟ منيح والحمد لله. عارف، في إلنا طلب عندك. تفضل أمور أغا. في موقوف جوا، مراد ابن رجا أغا بقاوشك. إيه عنا خير يا أغا، يكون أو عيكون. لا لا عارف، طمن، فهمتني غلط، هداك الموضوع تسكر وخلص. أنا سمعت إنه الصلحة بيناتكم صارت، بس قلت لحالي يعني ما بتعرف. مرته لمراد آغا بتكون قرايبتنا. صحيح هو ابن آغا وظهره مسنود، بس ما بيعرف قواعد السجن. اللي بدي أقوله، بيسعدني إنك تدير بالك عليه بصفتك آغا القاوش الثاني. على راسي آغا، لا تاكل هم بنوب. وفي شغلة تانية. أمرك آغا. مراد آغا ما لازم يعرف إنه أنا اللي موصيك فيه، ما لازم يحس أبداً، اتفقنا؟ وجب. تسلم تسلم، اللي ناقصك شي؟ ألف شكر، مو ناقصنا شي بمعيتك. تركت كم غرض بالإدارة، تتقاسمهم أنت ورفقاتك بالقاوش. الله يبارك فيك. وفيكم كمان وفيكم. يلا لشوف، الله يفرجها. الله معك آغا، مع السلامة آغا. الله يسلمك. هذا الباب. دورية ثلاثة علم حول. الله يصبحكم بالخير. أهلا وسهلا، شرفتينا. جيت اشرب شاي معك. تكرمي، تفضلي عدي. يا حاجب. نعم سيدي. جيب لنا اثنين شاي. تأمر أمر سيدي. خير من عند الصبح. في عبارة بضيعتنا، بيقولوا عدت نومتي الحية. في إلي معك جوز كلام. ابني بالحبس، اجتمعت وجيت وتواسوني. ابني مانو مجرم ومعند على إنه قتل، ليش ما بعرف. مراد خلاني اترك سلاح بعز خناقتي مع عائلة البوياطي، طلع ضدي، تمرد علي وترك البيت. هلأ عقلي ما عم يستوعب ابني ليش لحتى يقتل رامو. ليش بدكن تلاقولي محامي، محامي شاطر، أحسن محامي بهالبلد. والله يا آغا، هاي نقيب المحامين، الكلمة كلمته بالموضوع. احكي استاذ. بعرف حدا باسطنبول باختصاص الجرائم الكبيرة من زملائنا بالدراسة، عندهم خبرة بالادعاء العام وخبرة بدعاوي الجنايات المعقدة. يعني منيح؟ الأفضل. ما بيقولوا بيفكوا حبل المشنقة؟ تحرك فورا، بعطيه مصاري وبعطيه روحي. المصاري ما بتهم، بلوة مصبرة،
المهم يقتنعوا. طلع فيني لقلك، أنا ما عندي صبر أتحمل. ابني بالحبس، احكي مع أحسن محامي واشتغلوا شغلكم بسرعة بلا ما تطلعوا الواحد عن طوره. معكاش وخد الرسالة، وإلا بوشي بروح بسلمها للدرك. شو قلت لك يوم اللي انقتل عكاش؟ تذكر عكاش طلب مني إشي بس ما كنت بعرف مين هو. رحت لعنده ولما بده يحكي ويقول مين هو الزلم اللي قتل كمال. ضيعانه أخوك. مين اللي قتلت؟ احكي قول. لا، رجع هو اللي قتلوا. احكي احكي بقى. ولا مين قتل كمان؟ أنا منهم. اسمعيني للآخر. مين التاني؟ احكي بسرعة احكي. التاني كان رح يقلي الاسم وسلم روحه قبل ما يقلي. هلأ قلي لشوف يا ضابط، الشخص اللي هرب عكاش عالجبال وخلاه يجي لعندي معقول يكون هو رمو هاد لحق الشيطان؟ بني آدم غريب. مراد مصر على انه قتل رمو، والغريب بالشغلة انه ما حدا مصدق انه مراد قتل رمو غير مراد نفسه. حتى انا مو مصدق. سيدي أهلا وسهلا ست زينو. شو جاهزين؟ بانتظارك. يلا الله يكون معكم. معنا كلنا ست زينو، معنا كلنا. حسيتوا بشي تغير على رامو بالفترة الأخيرة؟ والله يا سيدي المرة الماضية كمان قلنا لكم المرحوم كان بحاله وما كان يحكي كتير. هذا كل شيء. بنفتش بيت رامو بنفسنا سيدي؟ ماشي بنفتشه. يلا بخاطركم. الله عافية. وين الرسالة؟ هذا بيت رامو. هاد؟ أيوة. لا تخلوا حدا يقرب لهون. أمرك سيدي. Thank you.
في حدا سبقنا لهون. غربتي